السلام عليكم. يبدو مشهد العدالة في صنعاء أكثر قتامة، هذا ما يقوله بلاغ سيء الصيت للنائب العام المعين من قبل الميليشيا، والذي جاء في مضمونه المتعلق بحادثة تعذيب المختطفين الآتي. أشار البلاغ إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وفقا لتوجيهات النائب العام، أصدر رئيس النيابة المختصة عطفا على المحضر المعروض عليه من عضو النيابة العامة المكلف بالانتقال والموقع من المتهمين أنفسهم تقريرا للنائب العام، أكد من خلاله عدم تعرض المتهمين المذكورين للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي. ذلك ما ذكره البلاغ قولا. أما واقعيا فإن ما يدور في المعتقلات والسجون غير المرئية هو تعذيب يتنامى كل يوم من بين مخرجاته جثث هامدة لبعض المختطفين، إذ لفظ الشهداء أنفاسهم في ظلام المعتقل. هذه الحالة التي ظهر فيها النائب العام نائبا للميليشيا تحول فيها من محام للشعب إلى تابع لسلطة غير شرعية ونائب غير شرعي في صنعاء التي يغيب فيها القضاء العادل ويحضر فيها المشرف المسلح كيد عليا فوق الشعب وفوق القانون. ذلك يدفعنا للتساؤل، هل أصبح منصب النائب العام مغسلة لجرائم الميليشيا؟ وإذا كان كذلك فما هو حجم الضرر الذي يلحق الأذى بالمدنيين جراء هذا التوظيف لمحامي الشعب؟ ماذا يعني أن يفقد الناس سند القضاء والنيابة العامة في قضاياهم وأن تصبح وبالا عليهم؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي عبر السكايب عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. كذلك أرحب بجميع الضيوف الذين سينضمون إلينا تباعا. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. التعذيب أودى ب57 متقطعة. ضمن مهمة غسل جرائم الميليشيا، تناولت وسائل إعلام الانقلاب خبر نفي النائب العام للتعذيب الذي يتعرض له الصحفيون في سجون الميليشيا، في ظل شواهد عديدة تؤكد تعذيب المختطفين، وليس هناك دليل أكبر من خروج المختطفين جثثا هامدة بعد تعذيبهم حتى الموت في سجون غير مرئية. بحسب متابعين فإن البيان الصادم والصادر عن النائب العام يحمل مغالطات وفبركات وتزويرا للحقائق من أعلى سلطة قانونية في صنعاء تحولت إلى ملحق باللجنة العليا للانقلاب، وهي التي أدت القسم الدستوري أمام سلطة غير دستورية. حجم الضرر الذي يلحق الأذى بالمدنيين جراء هذا التوظيف لنائب الشعب يتضاعف، من بينها أن يفقد الناس سند القضاء والنيابة العامة في قضاياهم، وأن يتحول منصب محامي الشعب الأول إلى ثقالة مركزية في قبضة الانقلاب. في الجمهوريات الدستورية النائب العام هو صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها، وله كافة الاختصاصات التي يقررها القانون لأعضاء النيابة. في صنعاء المحكومة بسلطة غير شرعية تم تعيين النائب العام من قبل كيان غير شرعي، وبناء على الأثر ما بني على باطل فهو باطل. غير أن اللافت في تحركات النائب الأخيرة هو تحوله من نائب للشعب إلى نائب للميليشيا، والدور الأخطر قيامه بدور غسل جرائم الميليشيا التي طالت الصحفيين وتقديم ذاته كتابع ذليل للسلطة التنفيذية. عقب جريمة جمعة الكرامة كان للنائب العام دور ملموس وحقيقي حينما حضر بذاته إلى ساحة التغيير ليكون شاهدا على تلك الجريمة المهولة وليباشر التحقيق في الجريمة مع القناصة الذين تم إلقاء القبض عليهم في أسطح البنايات. على إثر ذلك أطاح صالح بالنائب العام واستبدله بنائب آخر على مزاج السلطة ومقاييسها، لكي لا يتمكن من الإشراف على تحقيق نزيه لمعرفة الحقيقة باعتبارها المدخل الأهم للعدالة الانتقالية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي وبجميع ضيوفي الذين سينضمون إلينا تباعا وبالأستاذ نبيل الأسيدي. إذا ما بدأنا أستاذ نبيل بالحديث عن هذا التقرير الذي أشرت إلى أن النائب العام قام بفبركة فيه، حدثنا عن ذلك بشكل أوسع. للأسف الشديد البيان الصادم الذي صدر عن مكتب النائب العام يوم أمس كان بيانا واضحا مفبركا مزورا في الحقائق من المعلومات التي أوردها هذا البيان، دليل واضح على أيضا استطراد لإخفاء الحقائق. يعني حينما قال أولا قال أنها أن اللجنة المشكلة نزلت إلى سجن الأمن السياسي وعملت تقريرها وأخذت توقيعا من الزملاء المختطفين.
هناك جريمتين، اولا يعني ارغام الصحفيين وهو ما وصلنا ارغامهم على التوقيع على هذا البيان، وكانت يعني السلطات الانقلابيه في فتره سابقه ايضا قامت بتسجيل اعترافات مصوره لزملاء المختطفين تحت يعني التهديد وتحت الضغط. الامر الاخر انه تناسى تماما الفترة الطويلة يعني أكثر من سنة وستة أشهر وهم مختطفون ومعتقلون في سجن الأمن السياسي ونقلوا من أكثر من سجن، تناسى هذه الفترة تماما. يعني هؤلاء مختطفون تم اختطافهم من أحد الفنادق أثناء عملهم الصحفي، لم يكونوا لا مقاتلين ولم يكونوا كانوا يؤدون رسالتهم الإعلامية، تم اختطافهم من قبل سلطة غير شرعية وليست سواء لديها وغير قانونية. أيضا تم إخفائهم لفترات مختلفة، تم يعني أيضا تم كسر إضرابهم الذي نعم أستاذ نبيل، الأسر أثبتت أنهم يتعرضون للتعذيب الشديد. طيب إذا يعني إزاء هذه عملية غسيل الجريمة التي تحاول الميليشيا القيام بها من قبل يعني من خلال ما يفهم من هذا البلاغ، ما الذي ستقوم به نقابة الصحفيين إزاء هذا الأمر؟ نقابة الصحفيين رأيها واضح جدا في هذا الأمر، يعني هي ترفض رفضا تاما لمثل هذه البيانات المفبركة. هو أيضا في البيان المفبرك قال أنه لم يتم تعذيبهم تماما. إذا كانوا صادقين، لنفترض أن البيان كان صادقا وأن زملائنا بصحة جيدة، وأولا لماذا اختطفوا كل هذه الفترة؟ يجب أن يتم محاسبة إذا كان هذا النائب حقيقيا وواقعيا عليه أن يحاسب من قام باختطافهم طيلة هذه الفترة دون تهمة ودون محاكمة ودون أي شيء. الأمر الآخر عليه أن يسمح لنا لنقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية كهومن رايتس وغيرها بزيارة المحامي وبزيارة زملائنا الصحفيين، عليه أن يفتح لنا بابه، وإذا كان هذا الأمر والبيان صحيحا فسنتأكد بأعيننا وسنرفع له القبعات. لكن هذا الأمر أصبح واضحا جدا، هي ليست المرة الأولى التي يصدر بيان بهذا الشكل من قبل النائب العام. الأمر الأكثر أهمية عندما حالهم يقول أنه يأمر بإحالتهم إلى النيابة المتخصصة، هذا الشخص الجاهل يبدو بالقانون أو بأي شيء آخر، أولا هم مختطفين من جهة غير شرعية، بالإضافة إلى أن السلطات الأمر الواقع قد أحالتهم قبل أربعة أشهر إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وقد أسلمت ملفاتهم كما تقول. يعني هو أيضا البيان كان محاولة أخرى لتجميل وجه السلطة الغاشمة، هذا أمر كارثة. النيابة هي المفترض أن تكون الركيزة الأساسية أو الأولى في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية حق المواطنين، لكن ما يحدث الآن يجعلهم النائب العام والنيابة العامة وأجهزة الأمنية شركاء في الجريمة التي ترتكبها الميليشيات، لأنه يقوم بالتستر ويقوم أيضا بتحريف الحقائق. نحن ندعو النيابة والنائب العام إلى الإفراج الفوري عنهم، هذا أولا بدون قيد أو شرط، وإن كانوا صادقين فيسمحوا لنا بلقاءاتهم بزملائنا. الأخ الزميل عبد الخالق عمران مقعد جراء التعذيب، يعني التقارير التابعة لمراسلين بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اتحاد الصحفيين العرب كلها تثبت هذه أن الصحفيين يتعرضون للتعذيب، بل الجريمة الأكبر أنهم اختطفوا وهذه جريمة بحد ذاتها، وهو لم يتحدث عن هذا الأمر تماما. وعند بنزاهة بأن النيابة العامة هي يعني وفق القانون والدستور، بأي قانون أو دستور من اختارك لتكون نائبا عاما سوى تلك الميليشيا؟ نعم. طيب دعنا في هذه النقطة تحديدا يعني محاولة أخذ رؤية أكثر قانونية، دعنا ينضم لنا أستاذ نبيل الأستاذ فيصل المجيدي المحامي ينضم لنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بكم أستاذ فيصل. إذا ما يعني تحدثنا بوجهة نظرك كمحامي وقانوني فيما جاء في بلاغ النائب العام المعين من قبل الميليشيا بشأن الصحفيين المختطفين، ما هي نقاط الضعف في هذا البلاغ وما هي حدوده القانونية أساسا؟ هو
نعم أخي العزيز، أنا حقيقة برؤية قانونية سريعة، أعتقد أنه ورد في البيان كل شيء إلا الجانب القانوني لم أجده، باعتبار أن في الأساس القاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل. إذا ما أتينا لأساس الاعتقال الدستور اليمني في المادة 48 وكذلك مواد قانون الإجراءات الجزائية وما يتعلق بالجوانب الإجرائية في الأساس تحدد أنه لا يجوز اعتقال أو اختطاف أي مواطن يمني، وإذا ما حصل في الأساس بما يسمى بأجهزة الضبط القضائي يجب أن يكون هناك أمر من النيابة، وإذا لم يوجد أمر في حالة التلبس يجب أن لا يزيد مدة الحبس على 24 ساعة ثم 48 ساعة، وإذا مدة يودد بقرار قضائي. نحن نتحدث الآن عن مرور أكثر من سنة دون أن يتم تقديم هؤلاء إلى جهة قضائية. يتحدث التقرير بوضوح أنه تم الذهاب إليهم إلى سجن الأمن السياسي، مع أنهم في الأساس اعتقلوا بسبب مهنتهم الوظيفية كصحفيين ومن ثم فإن كافة هذه الإجراءات في الأساس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان هذا التقرير. يبدو لي أن النائب العام أو ما يعني أنا أتحفظ حقيقة على النائب العام بأن حتى نادي القضاء أصدر بيانا يعني عدم رغبته بوجود هذا الشخص باعتباره أساء للقضاء وأساء للقضاء واتهمهم بأنهم مع دول العدوان. كنت بالأمس بمناقشة مع أحد أعضاء نادي القضاء، دعني أتحفظ هنا على الأسماء، وأبدأ بالفعل استغرابه أن يتم تعيين هذا الشخص باعتبار أنه في الأساس المصدر القرار لا يملك الحق، وبالتالي موضوع تعيين النائب العام بحد ذاته ليس جائز قانونا، لأنه معيب بعيب المحل، معيب بعيب المشروعية لتعيين هذا الشخص. ومع ذلك القرار وما ترتب عليه يبدو لأنهم يريدون تطبيق النصوص تتحدث عن أنه المواطن أو أي شخص وجد أي مواطن معتقل فيقدم ببلغ إلى أي عضو نيابة لينتقل هذا العضو إلى السجن، ومن ثم ليتحقق من السجن هذا المواطن ومدى ملائمته للقانون. فما بالك والعملية كلها اختطاف، وقد تجاوزت المدة وبالتالي تعرضت فيها البطلان، ثم محاولة الحديث عن تبرئة يعني السلطات من عدم تعرض هؤلاء للتعذيب في حد ذاتها يعني مشوبة بمسألة التأثير على الإرادة. هناك ضغط معنوي باعتبار هؤلاء الأشخاص في الأساس تحت أقبية السجن الأمن السياسي، وبالتالي فأي انتزاع لتوقيعات منهم أو اعترافات هي ستكون باطلة قانونا، لأنه لم يجري التحقيق معهم، لم يجري مثلا أخذها على أساس وهم يعني أحرار، لم يجري الكشف عليهم من قبل أطباء شرعيون. هذا في الأساس إذا ما اعتبرنا أن الإجراءات السابقة كانت صحيحة والله هي جميعها باطلة. طيب إذا وفقا لذلك، وفقا لما تفضلت به، كيف سيكون أو كيف يمكن التعامل مع هذه الحادثة؟ وهناك خاصة أن هناك دعوات من جميع سواء من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من نقابة الصحفيين اليمنيين أو من أكثر من جهة قانونية دولية وكذلك محلية تدعو للإفراج عنهم، إذا الموقف هنا كيف سيتم التعامل معه الآن؟ ببساطة هذه يا سيدي العزيز تسمى جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، أن يتم اختطاف صحفي مدني كل يعني جريمته هي الرأي، وكل مشكلته هو أنه أبدى بقلمه ما أدى إلى أن السلطة القائمة، نحن نسميها سلطة الأمر الواقع للتوصيف الدستوري لأنها ليست دستورية ولا شرعية، وبالتالي هي قامت بهذه الجرائم، أولا جرائم الاختطاف ثم الحبس بطريقة غير قانونية ثم بعد ذلك التعذيب، وكل هذه تعتبر من الجرائم الدولية التي أقرها العالم سواء في اتفاقية جنيف أو تحديدا اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة عام 49 والتي تتحدث عن حماية المدنيين عند النزاعات الداخلية، أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد 5 و6 و7 والتي توصف ما يحصل باعتباره من ضمن الجرائم التي تستحق الاختصاص الدولي، ومن ثم فإنه يجب الاستمرار في الضغط
بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين ظلما، المعتقلين خارج نصوص الدستور والقانون، خارج نصوص الشرعية الدولية وكل القوانين هذا الجانب. إذن أشكرك المحامي فيصل مجيد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وبالعودة إلى الأستاذ نبيل، الأستاذ نبيل، الأستاذ فيصل يعني تحدث على أنه من الأساس هذا البلاغ كان كل شيء فيه وارد فيه إلا الجانب القانوني، وما بني على باطل فهو باطل. تحدث على أن هناك أساسا جريمة تعيين هذا النائب، وليست هناك سلطة شرعية تتيح له يعني المكوث في هذه أو في هذا المركز. هناك أيضا جريمة اختطاف هؤلاء الصحفيين، هناك أيضا جرائم تعذيبهم، وهناك أيضا الحديث على الكثير أن هذه جرائم حرب وهي جرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر الآن سيأخذ ربما منحنى أكبر سواء من قبلكم أو من قبل المنظمات الدولية المعنية، لكن هناك مخاوف على حياة هؤلاء الصحفيين، خاصة وأن هناك حديث من قبلك كما قلت قبل قليل عن يعني اعترافات أخذت منهم بالقوة وما شابه. الخوف على حياة هؤلاء بالتوازي مع يعني العقوبة التي يجب أن تفرض على سلطة الميليشيا ومن يقوم بتعذيبهم، أي الأمرين أولى الآن؟ في البداية مثل هذه الجرائم هي لا تسقط بالتقادم مهما طالت فترة الانقلابين ومهما طالت عدم مشروعية ما يحدث داخل صنعاء، وأيضا فيما يتعلق بكبت الحريات أو الانتهاكات أو يعني تحميل الصحفيين وقتلهم واختطافهم. 19 صحفيا قتلوا، أكثر من 115 صحفيا تم اختطافهم لمدة متفاوتة، حالة التعذيب أيضا كثيرة في هذه. قبل أيضا هذا قبل لحظات أو قبل ساعات تم اقتحام ونحب مكتب الجزيرة في صنعاء الذي كان مغلقا منذ دخول الميليشيات إلى صنعاء. اليوم أو هذه قبل ساعات تم نحبه، وهذا يعني في غياب أمام يعني أين هذا النائب الآن الذي نتحدث عنه طيلة فترة 6 سنة و6 أشهر وهو لم يتحدث عن الجرائم التي ارتكبت في حق الصحافة والصحفيين. وحيد الصوفي ما زال مخفي قسريا، عليه أن يخبرنا أولا أين وحيد الصوفي، مخفي قسريا من 7 و8 أشهر حتى الآن. الجرائم التي ارتكبت، إطلاق الرصاص على الصحفيين كلبيب سبيع وغيرهم، الاعتداءات المتكررة بالضرب، اقتحام المقرات الصحف ونهبها، يعني تسريح الموظفين. اليوم تم إيقاف رواتب حوالي 6 زملاء من وكالة 7. الاعتداءات لا تزال، يعني كل يوم لدينا بلاغات باعتداءات ضد الصحفيين وانتهاكات ضدهم. أين هذا النائب العام؟ أيضا هناك نقطة رئيسية في البيان الذي صدر عن النائب العام، هو حتى أنه يجهل بالأعراف والتعاملات الدولية في هذا السياق. حينما دعا وجه وسائل الإعلام ووجه اتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الهومن رايت إلى اعتماد ما صدر في هذا البيان، يعني هؤلاء مع النائب العام ولا يعني يلي ولا تتم. يعني هو قال بالنص كما نشر في الوكالة التابعة للإنقلابيين، يقول وجه واضحة نعم، يقول وجه النائب العام بإبلاغ وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للصحفيين بنتائج التحقيق في الموضوع وفقا لما انتهت إليه النيابة الجزائية المتخصصة. يعني هو يتحدث على أن هذا التحقيق هو أمر قد حدث ويجب اعتماد نتائجه ولا مشكلة فيه، أم ماذا يقصد؟ هو كان الأمر واضحا جدا بأنه أراد تجميل وتحميل جهات أخرى وتلميع يعني وتلميع الجرم، يعني يتم اختطافهم ب6 أشهر، وعندما يتحدث يقول أنه يجب عليهم أن نقلهم أو محاكمتهم أو إطلاقهم فورا بدون يعني إذا ثبتت براءتهم. أنا أثق تماما بأنهم لن يطلقوا سراحهم، هم الآن يضعون الصحفيين في إطار الابتزاز السياسي ويضعونهم في مفاوضات قادمة بيتم يعني تبادلهم بأسرى وما إلى ذلك تحت الضغط. هم الآن يختطفون السياسيين، لقد اختطفوا بلدا كاملا والنائب العام وغيره من السلطات القضائية المنهوبة، سيطروا على القضاء وسيطروا على الأمن، كل شيء بيدهم. هناك أمر آخر، يعني الجرائم
تتكرر لدى النيابة العامة. ما زالت جريمة وفاة الزميلة جميلة جميل في العام الماضي في نفس هذا التاريخ، توفيت في ظروف غامضة، وطلبنا النيابة من هذه النيابة إشراكنا في التحقيقات وكشف التحقيقات ومعرفة وتشريح القصة، ولم يتم أي أمر يعني في هذا السياق، بل رفضت رفضا تاما. الآن الكارثة الجديدة هم، وهذا البيان هو نموذج مصغر لما سيحدث للزميل محمد العبسي حينما الآن أمرت النيابة بفتح التحقيق. نحن نعرف النتائج مسبقا، إذا لم يتم أن يكون هناك تحقيق حيادي مستقل من جهة دولية وطبية من الصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصحفيين عبر عن استعداده لإرسال طبيب من طرفه للمشاركة في اللجنة الطبية وتشريح الجثة، نقابة الصحفيين اللي يجب أن تشرك في التحقيقات عبر محاميها أو مستشارها القانوني، إذا لم يتخذوا هذه الإجراءات كاملة فنحن لن نعترف بأي نتائج للتحقيق، بل نحن نعرف مسبقا ما هي النتائج التي سيقولونها وما هو التقرير الذي سيصدر. هذا نموذج بسيط، عندما يجمل النائب ويضع أخلاقية المهنة يعني طيلة الفترة التي كان أقسم فيها على احترام الحقوق، يعني عندما تخرج وهو الآن يضرب كل تاريخ الحقوق والحريات عرض الحائط، هذا كان يكتب مقالا في صحيفة الثوري، والآن يشارك في هدم الصحافة ويشارك أيضا في الاعتداءات والانتهاكات، هو أيضا سيكون مسؤولا حملة عدم الإفلات من العقاب التي تطلقها نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وفق القانون الدولي 22-22 لمجلس حقوق الإنسان عدم الإفلات من العقاب، هذا يدخل ضمن الجرائم المنتهكة للصحافة لأنه تستر وقام أيضا بتميع القضية، بل أنه لم يقم حتى بمحاسبة من قام بالاعتداء على الصحفيين واختطافهم. لماذا اختطفوا أولا ولماذا كل هذه الفترة؟ نحن نعرف الإجراءات القانونية، هو الآن يتعامل معنا كمغفلين في طرحه للكثير من هذه القضايا. نعم، طيب دعنا نذهب أستاذ نبيل إلى فاصل قصير، بعده نستكمل النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن الأستاذ جمال المليكي المحلل السياسي عبر الهاتف من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بكم أستاذ جمال. سياسيا جاء هذا البلاغ في توقيت تصاعد ضغط الاتحاد الدولي للصحفيين وضغط نقابة الصحفيين اليمنيين على سلطة الانقلابيين في صنعاء، خاصة بعد الملابسات الغامضة لوفاة الصحفي محمد العبسي. سياسيا هذا البلاغ كيف يقرأ؟ هي محاولة فاشلة وبائسة لتجميل الوجه القبيح لهذه الميليشيات. لا أعتقد أن هناك عاقل اليوم لا يزال يشكك بما اقترفته هذه الميليشيات في حق الصحافة وفي حق الصحفيين. حسب آخر تقرير دولي عن الصحافة في اليمن، كانت الصحافة بعد سوريا أتت بعد سوريا مباشرة في موضوع انتهاكات الصحفيين. أنا بشكل مباشر موثق لكثير من القصص، وما زلت حتى هذه اللحظة أعاني من بعض الانتهاكات التي مست أحد يعني كثير من الصحفيين، لا أقول أحد، كثير من الصحفيين الذين عملوا معي في بعض الأفلام الاستقصائية. أتذكر أنه أحد الصحفيين بمجرد أن بث البرومو أحد الأفلام تم محاصرة بيته، ولولا أنه استطاع أن يهرب لا تم النيل منه، وكثير من الصحفيين حتى لا نضرهم موجودون الآن في المعتقلات بهذا السبب. وأنا موثق وسيأتي الوقت المناسب لإظهار هذا، لكن موثق وبشكل يقيني هذه الجرائم البشعة التي يتعرض لها الصحفيين، وبالتالي هذه محاولة بائسة، لا أعتقد أن هناك من سيتعامل معها بشكل جاد، لأن جماعة الحوثي منذ اللحظة الأولى استهدفت الكلمة، استهدفت القلم، استهدفت الصحفيين، لأنهم فعلا هم الذين سيشفون حقيقة هذه الجماعة. طيب من خلال عملك على إصدار الكثير من الأفلام الوثائقية بخصوص هذه الفترة وما يعني سببها، هل من الملاحظ أن هناك الكثير من الأدوات التي تقوم بها الميليشيا أو تقوم بزرعها الميليشيا في المفاصل المتعددة الإدارية للدولة والقضائية كذلك، من ضمنها تحول من خلالها النائب العام بدلا مما هو نائب عن الشعب أو للشعب إلى نائبا للميليشيا في هكذا حالات؟
أخي الكريم، هم لا يفقهون هذه المفردات، هذه المفردات لا يفقهونها لأنهم يفكرون بعقلية العصابة، هم لا يعرفون ولا يدركون بمعنى بشكل عميق ماذا يعني النائب العام. هم يفكرون فقط، أرادوا أن يضعوا شكلا للدولة، شكلا دون روح للدولة، وبالتالي هذا يعكس مدى الوعي الذي يمتلكونه. هو وعي يمثل وعي عصابة، يمثل دعني أقول وعي قطاع الطرق، يعني ونفس الذي يريد أن يستولي على شيء لا يملكه وليس له الحق فيه. وبالتالي هذا كله هو انعكاس لهذه الفكرة الجوهرية التي مهما حاولت جماعة الحوثي أن تخفيها تفضحهم تصريحاتهم، تفضحهم ممارساتهم. نحن لا نحتاج إلى أي دليل غير أن نراقب ماذا يقول الحوثيون وماذا يفعلون على الأرض حتى نكشف حقيقتهم، لا نحتاج إلى أي دليل آخر. طيب الآن في هذا الوضع الذي يعني يقع فيه كثير من الصحفيون قيد الاختطاف والاعتقال من قبل ميليشيات الحوثيين، وضمن الخوف على حياتهم والخوف من مغبة استمرار هذه الأعمال عليهم، كيف يمكن التحرك سواء في المنظمات المجتمع المدني أو كذلك عن طريق الحكومة الشرعية لمواجهة هذا الأمر؟ أنا باعتقادي أن نحن بحاجة على العمل على أكثر من صعيد، على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. على الصعيد المحلي لابد أن يكون هناك جبهة موحدة تعمل من الداخل وتضج بشكل دائم، وليس لأنه نلاحظ أن هناك على سبيل المثال بعض الحملات تبدأ وتنتهي بشكل ما يشبه شكل موسمي. نحتاج إلى فريق متفرغ لهذا الملف، لا هم له إلا هذا الملف، وبالتالي يشكل ضغط حقيقي إعلامي وحراك داخلي فقط، يعني يكون تخصصه هو هذا الملف، لا يشغل نفسه بأي شيء آخر، حتى في النقاشات حتى في الإعلام لا يتحدث إلا عن وضع الصحفيين وبشكل محايد وبشكل مستقل. هذا على المستوى المحلي. على المستوى الإقليمي والدولي، المنظمات الدولية ينقصها الكثير من المعلومات، ينقصها الكثير من الحقائق. علينا أن نبعث وأن نشكل ما يشبه القوة الاقتراحية وما يشبه الضغط على منظمات دولية بشكل دوري وبشكل منظم وبشكل مرتب وبشكل دعني أقول موثق، بحيث نستطيع أن نسمع صوت الصحفيين المعتقلين للعالم. هذا يحتاج إلى عمل ممنهج، ومن المفترض أن يكون هذا بشكل أو بآخر تحت إشراف الشرعية وبدعم الشرعية وبدعم التحالف إذا أراد أن يكسب الملف، لأن الملف اليمني برمته جزء منه ملف الصحافة وملف الصحفيين، وباعتقادي إذا ربحنا هذا الملف سيكون عامل أساسي في حسم المعركة وفي استعادة الدولة. طيب أستاذ جمال، يعني من خلال عملك على أعمال وثائقية، دوما ما تكون الأعمال الوثائقية تأخذ فترة زمنية تشتغل عليها بعمق وبدقة. الآن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ربما يهتمون بالقضايا لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ثم ينسونها مع مضي الوقت ويذهب تأثيرها وهذا الزخم الكبير. كيف يمكن للناس أن يستمروا في التعامل مع هذه القضايا وأن يبقوا متنبهين لاختراقات الميليشيا في الكثير من مفاصل الدولة؟ هو ما ذكرته هو سيسهم بشكل أو بآخر، وحتى التوثيق على شكل أفلام وثائقية، في رفع الحساسية تجاه هذا الملف. يعني كيف نجعل المجتمع ترتفع حساسيته عندما يمثل صحفي؟ يعني المجتمع لا زال يتعامل مع هذه القضية بشكل من التغاضي، لكن إذا استطاعت دعني أقول النخبة الصحفية والصحفيين الموجودين ربما في أماكن مريحة كحالتنا خارج اليمن، تقع علينا مسؤولية أخلاقية على أن ننسى، لا ننسى زملائنا ولا نسترخي ولا ننسى زملائنا الذين في المعتقلات، وبالتالي نصنع أولا حملات نقوم بها نحن، ثم بعد ذلك من خلالها نستطيع أن نستنطق المجتمع وأن نرفع حساسيته تجاه المس بأي صحفي أيا كان توجهه. نعم، إذن أشكرك أستاذ جمال المليكي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. بالعودة لك أستاذ نبيل، يعني جرائم الميليشيات بحق الصحفيين لم تنتهي عند هذا الحد، ربما هناك الكثير من الحديث عن جرائم أخرى يعني ستحدث، وجرائم ربما لم تظهر آثارها إلى الآن. آخر هذا يعني ما يحدث أو ما يشغل به الرأي العام هو ما حدث مع الصحفي محمد العبسي، هل استجد طارئ في هذا الأمر بحسب متابعتك؟ لا تزال الأمور يعني
وفق ما هي عليه في الأيام الماضية. هناك ملابسات واضحة ربما تكون فرضية الاغتيال واردة في هذا السياق، لكن هناك إشكالية كبيرة بأننا نتعامل مع سلطة أمر واقع. هذه السلطة يعني ترفض الاعتراف بأي قضية أخرى، وأيضا يعني ترفض التحقيق الجاد والمستقل، ترفض إشراك أي طرف آخر في التحقيق لمعرفة الحقيقة، أيضا ترفض استخدام لجنة طبية أو السماح لها. إذا كانوا جادين وإذا كانوا بريئين من دم محمد العبسي سيسمحون حتى لألف لجنة طبية لتبرئتهم، وهذا سيكون لصالحهم. لكن رفضهم لكل الإجراءات ورفضهم لكل التعاملات وأيضا لشرح القضية والتحقيق الجاد فيها، هذا دليل على تورطهم وأن هناك ما يدور خلف الأكمة. هذا الأمر واضح بالنسبة لنا بشكل رئيسي. نحن نقول أن من يبرئ الجلاد هو شريك في حمل الصوت، هو شريك في الجريمة، هو يعني أيضا هناك جرائم كثيرة ارتكبت في حق الصحافة. لدينا العديد من الانتهاكات اليومية للصحافة والصحفيين، تم ضخ مئات الدخلاء على المهنة إلى المؤسسات الإعلامية، تم استيلاء على مقدرة كافة المؤسسات الإعلامية. هناك مئات من الصحفيين تم تسريحهم إلى منازلهم، ويعني تصل إلى 300 في الإذاعة و400 في التلفزيون و200 في الثورة وقرابة 500 في وكالة سبا. هذا الدمار، هناك دمار شامل في حتى في القيم الأخلاقية. لقد حولوا كل الصحف الآن التي تحت سيطرتهم، حوالي 10 مؤسسات إعلامية تحت سيطرتهم حتى الآن، لقد حولوها إلى اولا كل القيادات من العرق السلالي، وقد وايضا حولوا كل ما ينشر من صحافه الى بنادق، حولوا كل ما يكتب الى بنادق من اجل يعني اعلام حربي فقط لا غير. هم الان يتحدثون عن الحرب، وتحت هذه الذريعه يفعلون اشياء وجرائم كبيره تحت يعني يوم أمس تحدث أحد المناصرين لهم يقول بأن التعذيب وارد للصحفيين لأنهم يكتبون وأنهم خونة وأنهم مرتزقة، ويقول أيضا أنه بالعكس، أن يقول أنه المفترض أن لا يتم حتى لا يسمح حتى بالكتابة لأحد، وأنه يجب عليهم قمع الحريات. يتحدث عن ثوابت وطنية مطاطة، ويتحدث عن إعلام حربي، ويتحدث عن ضرورة كبت الحريات. يعني بعد الذي حدث سابقا لا تزال هناك انتهاكات مستمرة، إضافة إلى أن هناك انتهاكات للصحفيين تصلنا، ولا يعني تقديرا لظروف الصحفيين في الداخل يعني يرفضون نشرها أو إحجامها. والله إن هناك صحفيين اعتقلوا وتم تعذيبهم داخل المعتقلات، وتم الإفراج عليهم، ورفضوا حتى مجرد يعني الإعلان عن هذه الجرائم خوفا على حياتهم، بل أن هناك صحفيين في الخارج يخافون على أسرهم ويصمتون من أجل الحفاظ على أطفالهم وأسرهم في الداخل، يقومون بترويع الأسر. وأيضا هناك ضغوط كبيرة على كل الأسر الصحفيين المختطفين والذين تم اعتقالهم. هناك صحفي يوسف عقلة تم اختطافه، ولمدة شهر ضغطوا على الأسرة بأن لا تتحدث، لأنهم إذا تحدثوا لوسائل الإعلام فإنهم لن يطلقوه، وأنهم سيطلقوه إذا لم يتحدثوا، وإلى الآن لم يطلقوه. طيب هناك أستاذ نبيل يعني هذا الحديث عن الإرهاب النفسي الذي يحدث لأهالي المختطفين والمعتقلين وكذلك للصحفيين، هل يبدأ من قبل يعني وزير إعلام الميليشيا وكذلك حتى رئيس جماعة أو زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي الذي يتحدث وهدد كثيرا الصحفيين، وربما في بعض الأحيان حل له السباح الاعتداء أو الانتهاك بحقهم كما حدث في الكثير من التصريحات، ومن ضمن أيضا التصريحات تلك التي أشرت لها الآن، هل يعني مع تزامن ذلك مع هذا البلاغ القائم أو القادم من أحد أدوات ميليشيات الانقلاب التي عينتها في السلطة القضائية، هل هناك ممارسات ممنهجة ضد الصحفيين؟ من الواضح جدا أن هناك يعني ممارسات واضحة، الأمر واضح جدا. يعني عندما دخلوا صنعاء ماذا فعلوا في أول شيء؟ قصفوا التلفزيون لمدة أسبوع،
استولوا على مؤسسة الدورة، استولوا على الإذاعة، استولوا على الوكالة. كان هذا هدفهم رئيسيا وواضحا، بأنهم يريدون الاستيلاء على وسائل الإعلام. هم يعرفون أهمية الإعلام، ولذلك قرروا في البداية أن يستولوا عليه. استولوا على صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش، واستولوا على صحيفة الحارس التابعة لوزارة الداخلية. تمكنوا من وسائل الإعلام، غيروا القيادات الإعلامية كافة، حتى القيادات التي كانت تناصرهم غيروها وأتوا بشخصيات موالية لهم. 10 وسائل إعلامية، كل قياداتها من العرق السلالي الواحد. أيضا أوقفوا جميع الشخصيات الأخرى العاملة في هذا، نازحين خارج المؤسسة الإعلامية. قال عبد الملك الحوثي بأن الصحفيين والإعلاميين هم أخطر من المقاتلين في الميدان. الاتحاد الصحفي، الاتحاد الدولي للصحفيين، أرسل رسالة واضحة وصريحة حذر فيها من المساس بالصحفيين، واعتبر تصريحه دعوة للقتل يحاسب عليها، وحتى يعني حتى عاجلا أم آجلا سيحاسب عليها، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا. هناك نقطة رئيسية ومهمة جدا، عملية الدخلاء على المهنة الذين ضخوهم إلى المؤسسات الإعلامية، وتحت يعني تحت ذريعة التوظيف وما إلى ذلك وإحلالهم بدلا منهم. هذه كارثة كبيرة جدا سنكتشفها في المستقبل. طيب سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ نبيل، سنأتي إلى هذه النقطة، لكن دعنا قبل ذلك نشرك في الحوار الكاتب والباحث السيد أحمد مفضل. مساء الخير أستاذ أحمد. يا مساء النور والعافية، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم أستاذ أحمد. لو بدأنا معك بالحديث عن نفي النائب العام المعين من قبل الميليشيات في هذا البلاغ تهمة التعذيب، حول تعذيب الصحفيين، ما هي أبرز ملاحظاتك حول هذا البلاغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أخي العزيز، هو لا يعتبر نائب عام بقدر ما يعتبر عضو في اللجنة الثورية، يعني عضو للعصابات، عضو للميليشيا، وبالتالي هو لا يمثل جهة رسمية ومسؤولة، طالما هو يتعامل مع أروقة الدولة وأجهزة القضاء بهذه الهزلية وبهذه الهمجية، يعني فهو يعني كأنه يعني يعتبر نفسه أحد أعضاء الميليشيا الذي ينبغي أن يحاكموا كمجرم حرب. ثانيا، لماذا لم يسأل نفسه النائب العام لماذا سجن هؤلاء، لماذا يختطف هؤلاء ويعتقل، والذي بالمفترض أن يكون هو الأول الذي يطالب بإخراجهم من السجن أو إيداعهم إلى المحاكمة، يعني إذا كان عليهم قضايا جنائية أو قضايا يعني تمس الأمن أو تمس المجتمع أو قضايا حقوقية أو شخصية أو غيرها. يعني في الوقت الذي كان ينبغي عليه إذا كان نائب عام يمثل منصب بالدولة أو جهاز من أجهزة القضاء الذي يجب أن يحترم وأن يكون ينأى عن الصراعات السياسية، كان ينبغي عليه أن يخرج هؤلاء ويقوم يعني يحامي عنهم، لأنه يعني هذه مهمته، لا أن يكون مبررا وممررا للجرائم القمعية والوحشية التي يرتكبها ميليشيا الحوثي ويقوم يبررها ويمررها. فهو الآن بدل أن يكون أحد أعضاء القضاء اليمني وأحد القائمين بمنصب رسمي، تحول نفسه إلى أحد عصابات الجماعة الحوثية الذين ينبغي أن يحاكموا كمجرمي حرب ومبرري وممرري لجرائم الانقلاب الغاشم. نعم. طيب أستاذ أحمد، من ضمن ما جاء في بلاغ النائب العام المعين من قبل الميليشيا في يونيو تقريبا الماضي، أن وكيل النيابة المختصة أصدر مذكرة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين، أي بمعنى أن هؤلاء المتهمين الذين يخضعون للتعذيب وفقا للعديد من المصادر والمعلومات هم أساسا يعني غير موجودين في النيابة. إذن كيف يمكن الحديث عن تعامل قانوني مع المختطفين وفقا لهذا الكلام؟ اولا مؤسسات الدولة كلها مختطفة بيد جماعة الحوثي، وبالتالي لا اعتبار لما يصدر عنها لانها اصبحت خارج نطاق الدولة. ولذلك لماذا رئيس الجمهورية عندما يعني فر إلى عدن ومن أجل أن يخرج من تحت سيطرة العصابات والجماعات، وبالتالي أصبحت الآن السلطة قائمة بالعاصمة عدن. لا أي شيء تحت جماعة الحوثي يعتبر غير قانوني، وأي شيء يصدر عنها لا مسوغ له ولا مبرر،
بل أي قاضي أو حاكم أو نائب عام أو رئيس محكمة أو رئيس جهاز أمني يتصرف تحت هذه الميليشيا يعتبر أحد أعضاء الميليشيا ويجب أن يحاكم وأن يقدم للمحاكمة ويحاسب لأنه يعبث بمقدرات الدولة ويسخر جهاز الدولة ومؤسسة الدولة لصالح ميليشيا عبثية همجية تفتقر لأدنى معاني الإنسانية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أن تقف يعني خلال هذه الجريمة العبثية التي تريد أن تغطي جرائم الميليشيا والتعذيب والقمع والاختطافات وكل الجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء من الصحفيين والإعلاميين ومن غيرهم من الأبرياء الذين يختلفون مع الانقلاب ويقفون ضده. يعني هؤلاء كلهم ينبغي على المنظمات أن يكون لها صوت. يا أخي الإشكالية لدينا والكارثة الكبرى عندما نسمع أن المجتمع الدولي سيقبل مثل هذا التقرير المريض، التقرير الذي ولد يعني ميتا وينبغي علينا أن يعني أن نفضح كل ما فيه من خبايا. يعني كل الأساليب الملتوية وكل الأساليب يعني الأساليب الساذجة عندما يأتي يرغم المعتقلين والمختطفين على توقيع تقارير لم يعرفوا ماذا فيها من محاضر وهي محضر مليء بالكذب والافتراءات. كذلك يعني ينبغي على كل المنظمات أن تعبر عن أسفها الشديد لانحراف المؤسسات القضائية. يعني الآن أصبحت المؤسسات القضائية تدار بميليشيا لا يقرؤون ولا ولا يفهمون شيئا عن القانون ولا عن حقوق الإنسان ولا عن يعني حقوق المساجين ولا عن حقوق المختطفين. يعني كان ينبغي كما قلت سابقا على النائب العام أن يفرج عن هؤلاء المختطفين، وكنا نترقب هذا، أن ينفذ العفو العام الذي قالوه كذبا وزورا وأعلنوه. نعم أستاذ أحمد. من أساسيات العفو العام أن يطلق على المختطفين والمعتقلين. نعم أستاذ أحمد. يأتي لكي يعني 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 يأخذ تقارير كاذبة وبيانات ملتوية ومزورة ثم يلزم المعتقلين على أن يقطعوا عليها وهم لا يعرفون ما فيها وفيها من الكذب. نعم أستاذ أحمد. يعني والافتراء ثم هكذا. إذن أشكرك الكاتب والباحث الأستاذ أحمد مفضل، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وبالعودة للأستاذ نبيل الأسيدي، كنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي الدخلاء على مهنة الإعلام والذين تم تعيينهم في الكثير من الصحف. هل تفضلت بإكمال حديثك حول هذه النقطة؟ خلال الفترة الماضية منذ دخولهم للعاصمة صنعاء تم إضافة الكثير بل المئات من الموظفين إلى وسائل الإعلام اللي هي التي استولوا عليها كاملة في مؤسسة الثورة وكالة سبا والجيش، يعني 26 سبتمبر والإذاعة والتلفزيون وما إلى ذلك والإذاعات المحلية أيضا. تم يعني ضخ المئات من الموظفين في هذا السياق بشكل مخيف وأعداد كبيرة. أيضا تم تغيير القيادات الإعلامية كافة بقيادات إعلامية تابعة لهم ومن خارج الصحافة. يعني كان نموذج بسيط المشرف على وزارة الإعلام يعني قبل اللجنة الثورية تحول بقدرة قادر في حكومتهم الموقرة إلى وزيرا للإعلام. يعني هذا أمر واضح من خارج ودخل على المهنة بشكل كبير. في السياق المقابل هناك يعني مئات الصحفيين فقدوا وظائفهم في مؤسسات الإعلام الحزبية والأهلية والمستقلة. يعني وهذه كارثة، يعني عادوا إلى قراهم للعمل في أعمال زراعية ويدوية، فقدوا الكثير. يعني وأيضا تم إرغام الكثير من الصحفيين على تحت الضغط والإرهاب إلى السكوت وعدم إبداء آرائهم. نحن نعرف ما كان يتحدث به الزميل المرحوم محمد العبسي الذي كان صداحا في كل وقت ولم يخشى أحدا، وصل إلى المرحلة الأخيرة أنه يعني حاول السكوت وحاول يعني حتى الوثائق التي وصلته أرسلها إلى أشخاص لعل وعسى أن تخرج الحقيقة. إذن أستاذ نبيل، هذه النقاط التي أشرت إليها مهمة جدا، سنحاول تخصيص مساحات للحديث عنها بشكل أوسع، لكن وصلنا في هذه الحلقة إلى ختامها. أشكرك جزيل الشكر عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل الأسيدي، كنت معنا عبر السكايب من سويسرا. كما أشكر جميع المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.